انا ما كنتش كنعرف شنو هو الفيجيتاريانيزم. انا كنت عشت مع واحد جيب مع الحيوانات اللي قاسني عاطفيا، يعني كان واحد القرار بنيته انا من شخصيتي من التجربه ديالي الشخصيه. داك الشيء علاش انا ما حاولش نقلب على واحد الانتماء لواحد الجماعه. قبل ما نولي نباتيه بصفه نهائيه حاولت جربت نكون نباتيه وقطعت. من بعد باش نعزز يعني القناعه ديالي وليت كنبحث في هذا الموضوع، وليت كنبحث في الحيوانات، وليت كنبحث في الصحه، وليت كنبحث في بزاف اللي هو حتى تكون عندي واحد الكم ديال المعلومات اللي بصح اللي هو تحول واحد القناعه شخصيه. من ضمن المشاكل اللي انا كان يعني لقيتهم في الاول ديال عائلتي، يعني فيما كنت كنمشي لا عند جدي لا عند خالتي كنت كنبقى فيهم، فهمتي ديال واه ايوا مسكينه ما كتاكلش اللحم ديما، فهمتي انا ديما ديك مثيره للشفقه. صراحه في الاول ما تقبلوش، ولكن مع السنين صافي ولاو تادابطاو. حتى ماما دابا ولات كطيب لي دي بلا فيجيتاريان، هي اللي ولات كتقلب ليا وكل شيء، يعني واكتشف بانه يعني مهما مر السنين ومهما مر كل شيء يعني غتجي في واحد الوقت اللي الناس غيتقبلوك بالهويه ديالك كيفاش ما انت